السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، ودائما في اطار الوصفات الخاصه بالكوتا ديال المدرسه. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم ان بسكوي ديجاستيف بمكونات اللي بسيطه اقتصاديه، كتعطينا كميه لا باس بها. فكره بغيت نشاركها معكم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبة لهاد لو بيسكوي غادي نحتاجو على بركة الله 150 غرام ديال الزبدة، نوعية جيدة اللي تكون درجة حرارة المطبخ. غادي نحتاجو 4 حتى 5 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، ما يعادل واحد 60 حتى 70 غرام. غادي نحتاجو 150 غرام ديال دقيق القمح الكامل اللي مغربل من النخالة. غادي نحتاجو نفس الكمية ديال الدقيق الأبيض. غادي نحتاجو 100 غرام ديال النخالة، فهنا عندي 50 غرام وهنا عندي 50 غرام. كتلاحظوا بان الكميه ديال النخاله كتكون الضعف ديال الكميه ديال لا فارين، سواء البيضه سواء الكومبليت، تو سامبلومون لان النخاله هي خفيفه. وهنا النخاله راني خديتها وحمرتها واحد شويه، فهاد الريحه ديال الكلي كتعطي مذاق زوين لي بسكويت ديالنا. طبعا الا بغينا اننا نستغناو على هاد المرحله هادي ممكن. غادي نحتاجو تقريبا واحد الكاس لارب ديال الحليب باش غادي نعجنو لي بسكوي ديالنا، خماره واحده، واحد ساشي ديال لو سكر فانيليني، غنحتاجو رشه ديال الملحه. بالنسبه للملحه انا ديجا تنديرها في الطحين ديالي، فما غاديش نحتاج انني نضيفها هنايا. واختياريا غادي نحتاج واحد جوج المعالق ديال بودره اللوز. طبعا الا كانوا عندنا، انا كاينين عندي هادشي علاش غادي نستعملهم، فماشي ضروريين في الوصفه. هادو هما المكونات ديالنا. غادي ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. هنا خديت غيسيبيون درت فيه النخاله والدقيق بنوعيه، غادي نخدمهم مع بعضياتهم وغادي نضيف عليهم باقي المكونات. اول اضافه غادي نبدا بها هي الزبده، فغادي نخدم هذاك الطحين وما والزبده تنحصل على واحد الخليط اللي مرمل تماما بحال كنصوبو اون بات سابلي. العمليه راه ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت، فالخدمه بالدقيق الكامل ماشي بحال الا كنخدمو بالدقيق الابيض، فراه ما كتطلبش منا شي مجهود بدني نهائيا. هذه هي النتيجه اللي خصنا نحصلوا عليها. نعطيو شويه ديال الوقت، لان ضروري جدا ان الطحين يتلبس لينا بهذيك الماده الدهنيه اللي في الزبده. فمباشره غادي نبدا نضيف باقي المكونات. هنا ضفت لا بودغ داموند، لو ساشي ديال لافاني، غادي نضيف ساشي ديال الخميره من بعد ما غادي نغربلو، وغادي نضيف السكر سنيده. غادي نخلط الكل وغادي نبدا كنجمع بالحليب. ملاحظه بالنسبه للحليب، ضروري انه يكون بارد. ثاني ملاحظه، ما نضيفوش دفعه واحده، فنخويو كميه ونجمعوا العجينه ديالنا، والا خصنا نبقاو كنضيفو تدريجيا حتى نحصلوا على القوام المطلوب. طبعا هاد الكميه اللي عطيتكم ديال الحليب راها نورمالمون كافيه، الا استعملناها كلها هو هذاك. الا احتاجينا اننا نضيفو ما ترددوش اننا نزيد واحد المعلقه حتى لجوج معلقات. بالنسبه ليا انا ما استعملتش الكاس كامل، فتقريبا شطوا ليا منه مقدار ديال جوج المعالق كبار ديال الحليب. هذا هو العجين ديالي، خصو يكون بهذا القوام هذا، عجينه خفيفه ولكن ما كتلصقش بالايدي. مباشره من بعد ما جمعت العجين ديالي بديت كنشكلو، فهاد العجين هذا ما كيحتاج لا يرتاح لا يبات لا حتى حاجه. اون فوا نجمعوه نقدروا نبداو نخدموا به بدون اي مشاكل، وغادي تلاحظوا بانه تيعطينا الطعم ما تيتلصق ما حتى شي حاجه. دونك هنا خديت ورق ديال الطبخ
وسرحت فيه العجينه ديالي. بالنسبه للسمك ديال العجين ما نتعداوش فيه نصف سنتيمتر، ما تنساوش بان راه فيه الخميره، يعني ملي غادي ندخلوا الفران غادي يزيد يتنفخ واحد شويه. من بعد غادي تشوفوا معايا القياس اللي قطعت به. تنطلق العجين بالتلاك و اون ميم طون تنتحسس بيديا باش الا كانت شي بلاصه عاليه على بلاصه نحاول انني نقادها. دونك بالنسبه للسمك ديال العجين خصو يكون في هذا السمك هذا. طبعا واحد الملاحظه، ما ناخذوش العجينه كلها ونطلقوها، ناخذو جزء بجزء باش هكا ما تغلبش علينا. من بعد ما كنسرحوا العجين ديالنا غادي نقطعوه. بالنسبه للقطاعه كنستعملوا اي قطاعه عندنا في الدار، بالنسبه لي انا هنا استعملت قطاعه دائريه، الحجم ديالها كبير، فكنعرفوا لو بيسكوي ديجاستيف كيكون ديجا الحبات ديالو كبيره. ثانيا بالنسبه لي انا هذا القياس بوغ ليكول كيجيني مثالي. من بعد ما كنقطعوا البسكوي ديالنا كتلاحظوا بان هذوك الزوائد راه كيتزولوا معنا بكل سهوله، حتى لو بسكوي ملي كنجيو كنهزوه راه تيعطينا الطوع، ما تيلصق لينا، ما كتخسر له لا فورم ديالو ما حتى شي حاجه. بالنسبه للسمك ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نكمل العجين اللي عندي كامل وهانتوما معايا. من بعد ما كنكملوا غادي نستفو العجين ديالنا في سوغ اون بلاك، يا اما فيها بابي كويسون، بالنسبه لي انا غادي نطيبها فوق من هاد لو سيل بات. كتلاحظوا بان لي بسكوي ديالنا كيتهزوا لينا بسهوله، ما كيعذبوا في الخدمه ما حتى حاجه، والنتيجه ديالهم جد جد مرضيه. نتمنى انكم تجربوهم باش تعرفوا دو كوا يل ساجي. دونك من بعد ما كنستف البسكوي ديالي هنا غادي ناخذ يا اما اي اداه يعني كنقدر ندير بها ثقوب، الا عندكم اون بغوص اللي نقيه خاصه بالاستعمالات ديال المطبخ ممكن انكم تستعملوها، ممكن تستعملوا هاد الاعواد هادو الخاصين بلا باتا سكر. واسهل حاجه واللي كتعطينا شكل مثالي هما لي بيكا بروشيت، فكنستعملوا هذيك القاعده اللي كتكون من اللور، يعني ماشي هذيك لا بارتي اللي كتكون حاده، فقط هذاك الجزء السفلي، وكنبداو كنديروا به ثقوب بالطريقه اللي موضحه في لا فيديو. دونك بالنسبه ليا انا غادي نكمل العجين اللي عندي كامله، غادي ندخلو يطيب في الفران اللي يكون مسخن مسبقا بحال اللي كنطيبوا اي نوع من انواع ديال الصابلي، يتحمر معنا واحد التحميره تكون خفيفه، ونتلاقاو ملي نخرجوا من الفران. هذا هو لو بيسكوي ديجاستيف ديالنا من بعد ما خرجته من الفران، فقط ياخذ لون ذهبي خفيف ونخرجوه لانه مازال تيكمل الطياب في لابلاك. ثاني حاجه هذيك النخاله اللي استعملنا فيه راها ديجا محمره، فالا فوتنا ليه الطياب راه غادي يخلي لينا ان غياكو ديال الحرق فمنا. انتبهوا لهاد الملاحظه هذه. هذه هي النهايه ديال لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بسكوي غني جدا بالالياف، مهم لا بالنسبه للوليدات الصغار ولا بالنسبه للناس الكبار، ممكن نقدموه بحال هكا كيف ما ممكن اننا نديروا ليها فوغاج ديال الشوكولا، اولا نغطسو اون بارتي منه في الشكلاط ونقدموه للوليدات، وحتى بحال هكا راه كيجي المذاق ديالو لذيذ جدا. هذه هي النهايه ديال لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى فيديو مقبله بحول الله، خليت لكم الراحه.